أو اعتراض يعارض القدر والشرع. تطهير القلب من الاعتراضات. يا إخوة، ربنا جل جلاله خلق لنا العقل وميزنا به عن الحيوانات والبهائم. قال الله عز وجل: ولقد فضلنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلما ربنا جل جلاله فضلك بالعقل ده عشان تعرف ربنا وتميز، إن شاء الله لعلنا في حلقة قادمة نيجي نجيب مجالات تفكر العقول، أو هتيجي معانا المرة الجاية إن شاء الله في مسألة ترويض الحواس. حسة الشم، هسألك: أنت عارف ربنا خلق الورد ليه؟ شايف أنت ورد كده في جنينة شكله حلو وريحته حلوة، وتخش كده تلاقي جسمك ينتعش لما تشوف المناظر الجميلة وتشم الروائح الجميلة. ربنا خلق الورد ليه؟ خلينا دي لما تيجي وقتها في تفكر العقول. احنا بنتكلم النهاردة في قضية عدم اعتراض العقل على الشرع. وانتوا فاكرين لما قريت لكم الورقة اللي هي بتاعت ابن القيم اللي بيتكلم فيها عن سوء ظن العبد بالله؟ قال الله عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قلت لكم كتير إن واحد يشوف حد راكب عربية غالية، أو يسمع عن حد مع فلوس كتير، فيقوم يقعد كده يتحسر على نفسه. وكتير قلت لك: خلي بالك من شيطانك، إن الشيطان بيجي في المراحل أو في المواقف اللي زي دي ويوسوس لك، وتقول انا قعدت افكر. انت مش بتفكر، ده الشيطان هو اللي بيكلمك، بيوسوس في دماغك، بيوسوس في قلبك، وتقول يعني فلان ده، طب انا ليه ربنا ما ادانيش؟ انا احسن منه في العلم، واحسن منه في العقل، واحسن منه في المقام، ولكن شوف فلان اللي مش عارف بيشرب بتاع فيها دهب، مش عارف مركب ايه دهب وراكب ايه دهب، مين ده؟ مين فلان ده؟ وانا هذا الاعتراض. انا مش هقرا لكم الورقه بتاعت اللي قرناها قبل كده في موضوع سوء الظن بالله، لكن هقرا لك ورقه تانية عجيبه شويه ابن الجوزي، وقراتها قبل كده في اكتر من درس بس مصمم عليه. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول ايه: من اراد ان يقوم في مقام الرضا عن الله في افعاله واقداره واحكامه، وان يدري من اين ينشأ الرضا، فليتفكر في احوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، اسمع وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه؟ فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه، يبقى أول حاجة عم الحاج إيه؟ إنك تعرف ربنا. عقلك ده ما يحكمش على ربنا، عقلك ده
عشان يعرف ربنا. لما تعرف ربنا، سيدنا رسول الله لما عرف ربنا، لما تكاملت معرفته بالخالق، رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه. يبقى مين اللي خلقك؟ يملكك، صح؟ واللي خلقت نفسك؟ سبحانه وتعالى خلقك. فقال الله: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى هو خلق، يبقى مالك، وللمالك أن يتصرف في مملوكه تصرف الملاك في أملاكهم. معاك ألم قاعد تكسره، بقول لك يا ابني بتكسر الألم ده ليه؟ خسارة بتاعي، أنا حر، صح؟ هي دي، أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه كما يشاء. اتنين، ورآه حكيما. لما عرف ربنا، ها، قول انطق، رآه ايه؟ حكيما. ربنا حكيم، ما تفكر في أقدار الله تلاقي فيها حكمة ظاهرة، حكمة بالغة. رآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم. بس احفظ الكلمتين دول ترتاح، ان انت مملوك لحكيم. قال ايه؟ لذلك، شوف كلام ابن الجوزي بقى، لذلك كانت العجائب تجري عليه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا او كان كذا، بل ثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لو حصل تمكن في قلبك من هذا العلم، مملوك، ها، لحكيم، امتى أقول أن تعتقد اعتقادا جازما أنك مملوك لحكيم، لحكيم.